صرح الفنان الريوي الشاب بلال في ميكروفون النهار أن المغرب والجزائر بلد واحد، ودعا إلى إيقاف نار الفتنة، مؤكدا أن العديد من الصحفيين قولوه ما لم يقل. ميكروفون سارة بالحور. واش غادي نقول لك؟ والله ربي يهديهم ان شاء الله. واش ما زعما نقل هذا الشيء؟ ما كاين غير الله اللي يقدر على هاد الناس. انا مع ربي يهديهم وصاي. ما هذو اللي خسروا بين الشعوب ويخسروا بين اش غادي نقول لك؟ انا واحد من الناس ما نبغيش هاد الرواج وهاد نغني في الجزائر ولا نغني في تونس ولا نغني في المغرب. لي انا كيف كيف انا، باسكو انا نغني للناس اللي تجي لبلال. وانا قلت لك باللي كانوا يعني لغيت حفلات باش نوجد روحي، باش ندخل في باش ندخل المغرب من الباب الواسع زعما. وانا راني عارف باللي المغرب يحبوا بلال، مهما تكون اشاعه هكا ولا هكا، انا راني عارف باللي المغرب يحبوا بلال. وانا غنيت تماك وشفت كي الناس كيدير لي، وشفت الناس الاستقبال وكيديروا لي. ما غاديش انا عمري ما نعض اليد اللي تعطيني ناكل. كما تمنى الشاب بلال ان يجتمع في عمل مشترك مع ابناء بلده، سواء الشاب خالد او الشاب مامي، من اجل ابراز للعالم الراي الجزائري. ساره بالحور مره اخرى. بالك من القدام، بالك ان شاء الله، بالك مامي، بالك مامي وخالد. انا ماذا بيا؟ انا راني اوكي. بصح شوف، خالد ومامي لا يقبلوا. انا ماشي يعني يكون لقاء كما يقول لك، نكون نجمعوا الثلاثه ونهضروا على هلا نديروا.